إِنَّ يَسُوعَ مُخَلِّصَنَا عُنصُرَ الْحَيَاةِ قَدْ وَافَى الْعَيْنَ الَّتِي لِيَعْقُوبَ رَئِيسِ الْآبَاءِ وَطَالَبَ أَنْ يَشْرَبَ مَاءً من امرأة سامرية، وأما هي فسبقت وقالت عن عدم مخالطتي لكن البارئ بما أنه حكيم نقلها بعذوبات الألفاظ إلى أن تلتمس منه بالأحرى ما التي لما أخذتها كرزت للكل قائلا هلوم انظروا عليما الإله الذي حضر بالجسد من أجل خلاصي